السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم السبت 13 من شعبان 21 من يونيو 1434-2013. أنا أصور برنامج الآن في بريطانيا عن مساجدها، عن أحوال المسلمين. أيضا أطرح بعض القضايا الإسلامية مع بعض المراكز الإسلامية كقضايا سوريا وغيرها. أنا بخير وعافية. الإشاعات التي ظهرت ليست صحيحة وليست أول مرة حقيقة، يعني وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وهذا هو البيان. أحبكم، يسلم عليكم، أراكم قريبا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.